لما قال معاذ رضي الله عنه وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مغبة اللسان ويحذر من مصائده ومصائبه التي يقع فيها الإنسان، لما قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد، قال معاذ: يا رسول الله فأخبرني بملاك ذلك كله. كلمه عن الصلاة والإسلام والجهاد، قال: أخبرني يا رسول الله بملاك ذلك كله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه مستغربا: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. سؤال متعلم، والذي يسأل معاذ وكان في موقف منفرد فيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، رديفه على الدابة يركب خلفه والحوار بينهما في الطريق، في ذن المقام مقام خصوصية وتعليم واحتفاء ولقاء حميمي جدا، فقال هذا السؤال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟